أبرز الأخبار من ABC نيوز عربية، أهلا بكم. رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يختتم زيارته الرسمية للإمارات العربية المتحدة ويعود إلى أرض الوطن. القوى التشرينية تعرب عن موقفها الرافض لإعادة انتخاب مجالس المحافظات للعمل وتحذر من عودتها وتصفها بالحلقة الزائدة. هيئة النزاهة تعلن استرداد مبلغ مالي تجاوز 1.2 مليار دولار من مديرة سابقة للمصرف العراقي للتجارة بعد تورطها بالإضرار بالمال العام. وزير الخارجية فؤاد حسين يعقد مع نظيره الأمريكي أول اجتماع للتنسيق الاقتصادي ويتفقان على مواصلة تعزيز الاقتصاد العراقي والاستقلال في مجال الطاقة. فرق الإنقاذ العراقية تتمكن من انتشال جثتين مدفونتين تحت أنقاض إحدى البنايات المدمرة جراء الزلزال في منطقة كرمان مرعش التركية. وفي الشأن الدولي أيضاً، ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 22,000، والولايات المتحدة تعلن رفع القيود المالية عن دمشق لدعم جهود الإغاثة. هجوم صاروخي روسي يقطع الكهرباء عن كييف، وفرنسا تستبعد تسليم مقاتلات لأوكرانيا قريباً. إنتهى الموجز، إلى اللقاء.